دلوقتي بننتقل مع حضراتكم للملف الحاضر دائما، وهو ملف الأزمة الفلسطينية. أيضا التحركات المتواصلة للدبلوماسية المصرية حاضرة دائما في سبيل إنهاء الحرب في قطاع غزة. امبارح كان في نشاط مكثف لوزير الخارجية السيد سامح شكري في هذا الاتجاه، أولها كان مشاركته لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة. تم خلال هذه اللقاءات مناقشة الخطوات المطلوبة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967. طلبت اللجنة أيضا بفرض عقوبات فعلية على إسرائيل، إلى جانب إعلانها الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه أو لأي عملية عسكرية بمدينة رفح الفلسطينية. على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي في الرياض كان في لقاء جمع الوزير سامح شكري بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي السيد جوسيب بوريل. وخلال هذا اللقاء أكد السيد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري اللي بتلعبه مصر من أجل وقف الحرب في قطاع غزة واحتواء تداعياتها. أعرب أيضا عن استعداده للمشاركة في أي جهود من أجل وقف هذه الحرب. لمزيد من القراءة ينضم لنا سعادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. أهلا بيك. وعايزين نبدأ بتصريحات جوزيب بوريل مع السفير المصري أو وزير الخارجية المصري سامح شكري، وطبعا تأكيده على دعمه على الدور المصري فيما يخص الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها. حضرتك بتقرأ إزاي هذه التصريحات؟ المسؤول الأوروبي مسؤول بيعنى بالعلاقات الخارجية الاتحاد الأوروبي الشأن الخارجي، وبالتالي ده من الشخصيات المهمة والمؤثرة داخل المفوضية الأوروبية وداخل الاتحاد الأوروبي، وأراؤه دائما بتثمن، وبالتالي مسألة أنه يعبر عن تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري ده شيء مهم. بالطبع هذا اللقاء وهذه الفرصة بتتيح لينا كمصر وللسيد سامح شكري وزير الخارجية أنه هو يتابع مع المسؤول الأوروبي آخر تطورات الوضع الراهن في قطاع غزة وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأهمية أنه الاتحاد الأوروبي يفعل دوره أكثر خلال المرحلة القادمة، لأنها مرحلة مفصلية فيما يتعلق بالترتيبات اللي بتسعى دولة إسرائيل لاتخاذها، سواء فيما يتعلق بالتهجير القسري داخل القطاع أو ما يتعلق بالاعتداء على مدينة رفح، الأمر اللي بيحمل مخاطر كبيرة. فمثل هذا اللقاء مهم جدا الحقيقة. طيب الاتساق في الرؤى إذا سمحت سعادة السفير، ويعني كان باين في التصريحات طبعا من السيد جوزيب بوريل، ومن قبله أيضا من السيدة أوزولا فون دير ليان، كذلك من رؤساء دول ورؤساء حكومات الأوروبية العديدة، وكان في اتساق كبير جدا في الرؤى ما بين الرؤى المصرية وما بينهم، ربما يكون الأقرب على مستوى سنوات طويلة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كيف يمكن استثمار واستغلال هذا التوافق في الرؤى في الوصول إلى حل ليس فقط وقتيا بوقف إطلاق النار، ولكن في الدفع بالحل النهائي وهو حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية؟ ده يتم بالاستمرار في التواصل مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، سواء على مستوى العواصم الأوروبية أو على مستوى الجماعي للاتحاد الأوروبي، التنسيق بين ممثلينا وممثلي الاتحاد في المحافل الدولية والعمل معا بحيث ان احنا نمنع امتداد نطاق الحرب زي ما شاهدنا مؤخرا، والدفع في اتجاه انه ما حصلش اي تدهور اكتر من كده في الموقف داخل قطاع غزة، وانه يتم تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني والتفكير فيما بعد حرب غزة. يجب الدفع في اتجاه انه يتم انشاء دولة فلسطينية
لان ده السبيل الوحيد في ان هو يستعيد الاستقرار ويحقق السلم والامن في مش بس قطاع غزة وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، انما كمان في هذا الاقليم اللي بيشهد الكثير من التطورات السلبية. حقيقي، والتاريخ أثبت هذا الأمر، يعني كلما انتهت مشكلة بتعود مرة أخرى كي تبرز من جديد، طالما ظلت المشكلة الأساسية من دون حل وهي حل الدولتين أو إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي كله. كل الشكر لحضرتك سعادة السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق على وجودك معنا عبر الهاتف.